نتفاوض معها للحديث بعد أن تملكها ارتياب وتردد. قبل سنة فقط كانت كاساندرا الداعشية البلجيكية وزوجة أحد قادة التنظيم المقتولين في الرقة تتحدث بثقة مع العربية عن قصتها كأول امرأة تخلع النقاب في مخيم روج. هيئتها تغيرت وقبضة خلايا التنظيم اشتدت وإن امتنعت عن تفسير تحولها هذا. آخر مرة كنت بلبس مختلف، كنت مش محجبة غير منقبة. إيه بس يعني مختلف من برا، بس من جوا ما غير شيء يعني. ماذا تقصدين؟ ما بدي نحكي من هذا. كانت رؤية الكثيرات يتجولن دون غطاء رأس ممكنة هنا، لكن اليوم ثلاث فقط بقين دون حجاب أو نقاب. ريان واحدة منهن تقول إنها تعرضت للتهديد وعرضوا عليها أموالاً. تهددتي؟ إيه كتير كتير، وكمان حرقت خيمتي هون وما همني هذا الشيء. يعني هذا الحكي شيء متكشر هون، في بعض نسوان داعشيات قالوا لي بعثوا لي خبر حجة بيصيري منك، قالت الوقت راح تشوفي حياتك غير وراح يجيكي مدخول شهري. قلت له انا ما بدي وما بيزمني اجي اتحجب والله مشان ارضيكم، لا والله برضي حالي وهذا الشيء بيكفيني. كم عرضوا لي؟ 3 دولار بالشهر وما وافقت. من مخيم روج انتقلنا الى الهول الاخطر على الاطلاق. المواجهة الأمنية مع تنظيم داعش كانت أكثر حسماً ووضوحاً، لكن مواجهة فكره وإرثه معركة أخرى لم تحسم بعد. هنا في مخيم الهول في الحسكة نسخة متجددة عن تنظيم داعش، أصغر ولكنها ليست أقل تطرفاً. فلتنظيم هنا ممولون، خلايا التجنيد والتدريب، كما له قوانين ومحاكم. الحسابات مختلفة هنا وكلها تخضع لقوانين داعش. ترهيب من لا يلتزمن بقوانين التنظيم وحرق خيامهن أو إيذاؤهن جسدياً. هذه الصور كافية لشرح ما يحدث. 4 نساء احتجزهن التنظيم وقيدهن بالسلاسل في مركز تعذيب أقيم سراً داخل مخيم الهول. لا تتوقف نساء داعش عند التعذيب. العام الماضي شهد المخيم مقتل 36 شخصاً بينهم فتاتان مصريتان اكتشفت جثتاهما في مجاري الصرف الصحي. حوادث كشفت عن دور محوري للنساء داخل خلايا التنظيم، بينها تهريب السلاح. اسمه محمد أحمد، طلب مني أجيب له من محل أبو عمار خلاط مع الفواكه وترمس شاي. رحت جبت لها، بعد ما وصلت هنلو فتح الترمز طالع منه المسدس. بعد ما طالع المسدس نطانيا قال لي تودينه لنطانيا مكان شخص، قال لي تودينه علي اسمه نور. بعد ما طلع تهريب تودينه، بعد ما طلع تهريب اخذت المسدس ورحت وديته على الشخص اسمه نور. بعد فتره تم توقيفي من قبل جهاز امن العام. لم يقتصر نشاط نساء داعش داخل حدود مخيم الهول، فالتحقيقات كشفت ايضا أنهن حلقة وصل رئيسية لتنسيق هجمات التنظيم. حملة التمشيط الأخيرة حتى أثناء الهجوم على سجن صناعة، المعلومات المتواجدة لدينا أنه الشخص الذي كان يقوم بالاتصال ما بين السجن وخارج السجن كانت امرأة من ضمن المخيم. وداعش في الفترة الأخيرة يعتمد على النساء أكثر، يقومون بإخفاء الأسلحة، الزخيرة أو المنشورات، ويتحركون بشكل أفضل حتى عن طريق الإنترنت، يقوم بالتواصل وإرسال التعليمات من وإلى داعش. في مخيم الهول قصص لا تنتهي. هذا قسم مستحدث يسمونه المنطقة الآمنة، ينقل إليها من يثبت أن حياته في خطر بسبب تهديد خلايا داعش. أنا كنت ساكن جنب مسجد،
الثاني، ولما يضربوا حدا برصاص نسمع صوت الرصاص. يجيبونه مثلا قبل صلاة الفجر مشان الناس الفايتة تطالع يشوف الجثة، مشان اللي يجي يصلي يشوف المقتول. الأحكام كانت تنفذ أمام المسجد. يعني بعيد شوية، يعني شيء 20-30 متر بس. الخطر يبقى قائما في مخيم تنشط فيه خلايا داعش وتسعى لكسر قيود الاحتجاز وإعادة تنظيم صفوفها. سارة بن عشوبة، العربية، من شمال شرق سوريا.